السلام عليكم سينيور 1، معاكم ميسس أسماء عبد الحميد وانتوا بتشوفوا قناة بيولوجي وذ أسماء. حل معاكم النهاردة موديل إكزام 1 في المعاصر 2021. بس ضروري قبل ما نبتدي نحل امتحانات يكون عندنا فكرة كويسة عن المنهج بتاعنا. المنهج بتاعك يونت 1 يونت 2 هتلاقيه مشروح الأجزاء بالترتيب، بتشوفها من البلاي ليست الخاصة بشرح سينيور 1 في القناة. بتدخل على القناة بعدين بتدور في قوائم التشغيل أو البلاي ليست وتختار قائمة التشغيل اللي فيها شرح الليسونز بالترتيب من أول الكربوهيدرات لغاية آخر ليسون في يونت 2. تشوف الشرح الأول بعدين نيجي نحل مع بعض أسئلة. starting with هنبتدي بأول سؤال. The opposite graph illustrates molecules stored energy. مركبين بيخزنوا أو مخزنين طاقة. In two cells A and B. وعايز يعرف مين cell A and B. يعني ومديني كي هنا. المفروض اللون الوايت ده الستار والجلوكوز الريد والجلايكوجين البلو. اوكي عايز يعرف مني مين السيل A ومين P، يعني ايه هتكون اي نوع من السيلز من الخلية ومين P. المفروض ان A زي ما احنا شايفين عندها هاي كونسنتريشن من الستارش، تركيز عالي من الستارش. ستارش يبقى نشويات، اكيد دماغي هتروح عند البلانت سيل. البلانت سيل هو اللي بيعمل فوتوسينثيسيس بروسيس ويطلع جلوكوز كتير. الاكسترا الزياده من الجلوكوز زي ما احنا شايفين بيتجمع باي بوليمرايزيشن بروسيس ويكون ستارش. هل كده هو مخزن طاقه، مخزن انرجي؟ طبعا مخزن انرجي، لان لما هيحتاج جلوكوز تاني ويحتاج انرجي الجلايكوجين ده البوندز دي بتتكسر producing glucose ويدخل الجلوكوز الميتوكوندريا ويطلع ATP أو طاقة، يبقى كده هو مخزن أو store energy. خلاص يبقى اتفقنا إن AD هتكون plant cell. أما B هشوف تركيز عالي high concentration من الجلايكوجين، يبقى أكيد أنا هدور في الانيمال cell. بس يا ترى أي animal cell اللي storing مخزنة جلايكوجين؟ في الهيومن او الانيمال عموما الاكسترا من الجلوكوز الزياده من الجلوكوز بيتجمع بشكل جلايكوجين. جلوكوز كتير بيتجمع في شكل جلايكوجين، ولما الهيومن او الانيمال بيحتاج طاقه كمان البوندز دي بتتكسر وبيتحول الجلايكوجين لجلوكوز والجلوكوز يدخل الميتوكوندريا ويطلع ATP. يبقى هل كده هو مخزن طاقه؟ كده بيكون storing energy في شكل جلايكوجين، كان مخزن طاقة في شكل جلايكوجين. المهم الجلايكوجين ده ستورينج فين، متخزن فين؟ متخزن في الليفر أو المصل، يعني احتمال إن الخلية بي أو البي سيل تكون الليفر مصل أو ليفر سيل أو ماسكلر سيل. يبقى أنا هدور على تشايز يقول لي إن A بلانت سيل و B muscular cell أو liver cell، يعني مفيش قدامي choice صح غير دي. A represent plant cell و B represent muscular cell، صح أو ممكن تكون كمان liver cell. Number two, which of the following can be seen by light microscope؟ مين في choices دي أقدر أشوفه by light microscope؟ انت عارف طبعا ان اللايت مايكروسكوب الماجنيفيكيشن باور مش بتعدي 1500، فيا ترى ممكن اشوف الانترنال ستراكشر اوف كلوروبلاست. دي الكلوروبلاست وده الانترنال ستراكشر، ده التركيب الداخلي الانر ميمبرين والجرانا. هل ممكن الانترنال ستراكشر التركيبات او الديتيلز اللي جوه دي اقدر اشوفها باللايت مايكروسكوب؟ لا طبعا رونج. نيوكلير انفلوب، ده النيوكلير انفلوب الميمبرين اللي سراوندز بيحيط بالنيوكليوس، هل ده اقدر اشوفه باللايت مايكروسكوب؟ لا طبعا رونج. الفيروس اقدر اشوفه باللايت مايكروسكوب؟ لا طبعا التشايز رايت، هو الريد بلاد سيلز can be seen، أقدر أشوفها. Number three, plasma membrane is similar to nuclear
membrane in that, both of them, الاثنين. يعني تعالوا نفتكر مع بعض البلازما ميمبرين. ده البلازما ميمبرين وده النيوكلير انفلوب اللي سراوند بيحيط بالنيوكليوس. يا ترى هما سيميلر شبه بعض في ايه؟ بيقول في ايه تشويس ايه consists of two layers. النيوكلير انفلوب بيتكون من two layers, من طبقتين, ميمبرين اوتر ميمبرين وانر ميمبرين, ميمبرين داخلي. لكن البلازما ميمبرين هو عبارة عن one membrane, membrane واحد. يعني choice A لا. B are characterized by selective permeability. Selective permeability يعني الممبرين ده بيختار الحاجات أو substance اللي عايزها تعدي من خلاله according to needs of cell. الخاصية دي موجودة بس في البلازما ميمبرين. البلازما ميمبرين هنا select بيختار ال substances, المواد اللي هو محتاجها. لو محتاجها فعلا بيسمح لها انها باس تعدي من خلال الجيتس دي. لو مش محتاجها بيقفل الجيتس البوابات ومش بتعدي. دي اسمها selective permeability ودي موجودة في البلازما ميمبرين بس مش موجودة في النيوكلير ميمبرين. يعني choice B wrong. C contain gates, بوابات. الجيتس اللي بتتكون من بروتين اللي شرحناها في البلازما ميمبرين دي موجودة بس. دي الجيتس اللي consists of protein بشوفها بس في البلازما ميمبرين لكن مش موجودة في النيوكلير ميمبرين. النيوكلير ميمبرين في بورز أو فتحات. يعني choice C wrong. دي separate between cell content and surrounding medium. الممبرينز both of them الاثنين بيفصلوا من المكونات اللي جوه عن اللي بره. يعني مثلا النيوكلير انفلوب بيفصل النيوكليولس والكروماتيد اللي جوه النيوكليوس عن او السراوندنج ميديوم الحاجات اللي بره النيوكليير انفلوب. ده ميمبرين بيفصل الكومبوننتس اللي جوه النيوكليوس عن الكومبوننتس اللي بره النيوكليوس. نفس الكلام البلازما ميمبرين سيبريت بيفصل الكومبوننتس اللي جوه السيل, مكونات السيل, عن الاكسترنال انفايرمنت, عن الكومبوننتس او المكونات اللي بره السيل. يعني Number four, the opposite graph illustrates the effect of the temperature on the activity of an enzyme. What happened for these enzymes at point X? Graph بيمثل العلاقة ما بين الانزيم activity, نشاط الانزيم, and the temperature. لازم تكون عارف حاجة ان في temperature معينة بيكون عندها الانزيم more active. بنسميها called the optimal temperature. فود دي التمبريتشر اللي عندها الانزيم بيكون اكتف جدا او الاوبتيمال تمبريتشر اللي هيحصل باي انكريزنج ذا تمبريتشر مور ذان اوبتيمال تمبريتشر. اللي حصل زي ما انت شايف ان الانزيم اكتيفيتي ديكريزز قلت. طب السبب في ايه؟ السبب هو تشينج, تغيير في طبيعه الانزيم, لان الانزيم ده بروتينيك سبستانس, ماده بتتكون من بروتين. فلما بتزود درجه الحراره مور ذان اوبتيمال تمبريتشر البروتين ده بيبوظ خلاص او الانزيم بيبوظ. ولو حاولت انك return back او decrease the temperature to optimal temperature, لو جربت ان انت تقلل درجة الحرارة تاني للoptimal temperature, كمان الانزيم مش هيشتغل تاني. يعني doesn't restore its activity, مش هيستعيد نشاطه. ليه؟ لان الانزيم باظ. يعني باختصار اللي حصل عند point X, nature of enzyme is changed. يعني الانزيم باظ لما رفعنا درجة الحرارة more than optimal temperature ومش هيرجع نشط تاني لو رجعت تاني. Number five, all the following cells are similar in presence of. كل الخلايا دي شبه بعضها في وجود. تعالوا نختار من أول لدي النيوكليوس. لا طبعا wrong. الشكل اللي قدامك دي ال red blood cell ودي characterized by absence of nucleus, ما عندهاش nucleus. طيب blastids, البلاستيدز, لا طبعا البلاستيدز دي حاجة خاصة بس في البلانت سيل, موجودة في البلانت سيل. يعني ريد بلاد سيل ما عندهاش, الانيمال سيل ما عندهاش. سيل وول رونج. السيل وول دي حاجة برضو كاركترايز بنشوفها في البلانت سيل. لكن كل السيلز او all cells لازم يكون عندها بلازما ميمبرين. مفيش سيل مش عندها بلازما ميمبرين. يعني الحاجة المشتركة بين كل الخلايا هي presence of plasma membrane. The components of four different types.
were tested and results recorded in the following table. Which type of food contains sugar, starch, and protein? زي ما انت شايف عندي الـ Benedict reagent اللي بيكشف عن الشوجرز ولما او عن المونوساكرايدز ولو الفود ده contains بيحتوي على مونوساكرايدز جلوكوز فراكتوز مثلا اللون بيتحول لأورنج. الأيودين used to detect بيكشف عن الستارش. اوكي ولو الفود ده containing starch بيحتوي على الستارش اللون بيتحول لدارك بلو. البروتين used to detect أو sorry purity reagent used to detect بنستخدمه في الكشف عن البروتين ولو الفود ده containing protein بيحتوي على البروتين اللون بيتحول لفايلوت. فيا ترى بيسألني which type of food contains sugar, starch, protein respectively. طبعا زي ما واضح قدامك choice B. Study the following table then answer. تعالوا نشوف الداتا اللي موجودة عندنا هنا. عطيني 4 cells. Cell 1, 2, 3, and 4. وبيقول هنا ان الـ amount of cellulose in the cell wall, كمية السليلوز اللي موجودة في السيل وول. انت عارف طبعا لو درست السيل وول ان السيل وول جدار السيل بيتكون من سليلوز كتير. ده الطبيعي السيل وول اصلا بيتكون من سليلوز. سيل 1 مثلا بتشوف 100 كمية equal 100 من السليلوز. 2 ما عندهاش سليلوز خالص. 3 عندها سليلوز كتير 200. سيل 4 عندها 100 سليلوز. طيب amount of other substances in the cell wall, مواد تانية مترصبة على السيل وول غير السليلوز. سيل 1 بتشوف 80. سيل 2 مفيش 0. 3 مفيش. 4 مفيش. بيسألني which cell belongs to parenchyma, مين سيل 1 2 3 or 4 بتمثل البارينكيما تيشو. Knowing that, حط في اعتبارك إن thickness of the cell wall without sediments يعني السمك الطبيعي من غير أي ترصيبات equal 100. تعالوا نفكر مين في دور بارينكيما أو تعالوا أفكركم الأول بالبارينكيما تيشو. أخدت طبعا البلانت تيشوز الأنسجة في النبات ودرست البارينكيما والبارينكيما بتتكون من plant cells خلايا نباتية. السيل وول الجدار thin يعني الجدار ما فيش أي ترصيبات على الوول أو intercellular substances أو الفراغات بين الخلايا زي ما انت شايف. والخلايا بتتكون أو عندها سيل وول بيتكون من سليلوز يعني عندها الكمية الطبيعية من السليلوز اللي بتكون السيل وول without any sediments من غير أي ترصيبات. زي ما انت شايف ما فيش أي ترصيبات ما عندهاش لا extra سليلوز لا سليلوز زيادة ولا ترصيبات تانية في الفراغات بين الخلايا. أخذت كمان كولينكما والكولينكما بقى بيتكون من سيلز بلانت سيلز خلايا نباتية بس على الجدران في ترصيب سليلوز زيادة وبين الانترسيلولر سبيسز الفراغات في كمان سليلوز يعني كمية أكتر من الطبيعي يعني more than 100 من السليلوز. أخذت كمان سكالارينكما وفي السكالارينكما في سليلوز موجود على السيل وول ترصيب من السليلوز زيادة اكسترا على السيل وول زي ما انت شايف بلس مادة تانية اسمها لجنين يعني في سيدمنتس تاني ترصيب زيادة غير السليلوز يعني مش بس سليلوز كتير اكتر من الطبيعي لا بتشوف مواد تانية اسمها مادة تانية اسمها لجنين مترصبة على الوول. اكيد طبعا عرفت مين الخلايا 1, 2, 3, or 4 that represent اللي بتمثل البارينكيما اكيد طبعا السيل 4. السيل 4 زي ما قلنا عندها الكميه الطبيعيه من السليلوز اللي اصلا بتدخل في ستراكشر في تركيب السيل وول من غير اي سيدمنتس مفيش اي سليلوز زياده مترصب على الوول ومفيش سبستانس تانية غير السليلوز مترصبه.
it the organelle that is the most active during doing exercise. الأورغانيل اللي بيبقى موجود في الشل اللي بيبقى active جدا وبيشتغل وانت بتعمل exercise. يا ترى هو الرايبوسوم؟ لا، الرايبوسوم دي من صفاتها انها بتكون بروتين. احنا لما بنعمل exercise اكيد محتاجين energy، فالرايبوسوم ملهاش علاقة بالانرجي. endoplasmic reticulum، الاندوبلازميك reticulum دي بتكون الهرمونز او الانزيمز. lysosome، اللايسوسوم دي vacuoles containing بتحتوي على digestive enzymes علشان تقوم بعملية هضم جوه السل أو تحلل تعمل decomposing أو lysis. وانت درست طبعا الـ food molecules، الأكل as especially الجلوكوز بيدخل جوه الميتوكوندريا فبيحصل breaking down للبونز بتتكسر الروابط to release energy فتخرج الانرجي اللي متخزنة combines تتحد مع EDP أو adenosine diphosphate ويتكون molecule مهم جدا called ATP بنسميه ATP اللي محتاجينه during exercise اللي بنحتاجه لما بنعمل exercise أو أي vital process في جسمنا محتاجة ATP بس during exercise وقت لما بتعمل مجهود محتاجين ATP كتير جدا. الميتوكوندريا هي storehouse، هي المصنع اللي بيطلع لنا a lot of ATP. Number 9 xylem tissue is thickened by بيترسب او مترسب بايه؟ سيليولوز لجنين، سيليولوز اند لجنين. تعالوا نشوف، هفكركم الاول بالزايلم. الزايلم ده كومباوند تيشو موجود في البلانت بيعمل ايه؟ its function transferring بينقل الووتر والمنرز المية والاملاح from roots to all parts of the plant يعني from downward to upward من خلال ال فازل والتراكي. طيب الزايلم فازل دي شكلها عامل ازاي عشان تقدر تعمل الوظيفة دي؟ قوة فاضية ما فيش بروتوبلازم ومش هتلاقي فيها اي اورجانيل من الحاجات اللي احنا اخدناها، يعني فاضية مفرغة من جوة. كمان الانر وول الجدار الداخلي مترسب عليه مادة اسمها لجنين، وده ليه؟ علشان بتعمل سبورت وبتدعم النبات علشان الفازل او الانبوبة دي تبقى قوية، من خلالها تقدر تعدي الووتر والمينرالز وما تطبقش ما تتكسرش. فطبعا تجنت مترسب عليها او من جواها لجنين اونلي عشان تعمل سبورت تدعم النبات. نمبر 10 cells that line اللي بتبطن التراكيا اللي بتبطن القصبة الهوائية secret mucus جوه القصبة الهوائية في الجهاز التنفسي عندنا الخلية مبطنة بتطلع ميوكس أو مخاط. And this process passed through number of stages والمرحلة دي بتمر ب أو البروسيس دي بتمر بمراحل as following. Number one adding carbohydrates to protein. Two fusing secretory vesicles with plasma membrane. Three creation of protein from ribosome for separation of vesicles from. خليني اقول لكم الميوكس. الميوكس ده المفروض انه secretion افراز مادة مخاطية بتخرج من الابيثيليال لاير طبقة الابيثيليال او النسيج اللي بيبطن التراكيا. التراكيا بتتبطن بطبقة من الابيثيليال فيها سب جلاندز غدة صغيرة بتطلع أو سيكريت ميوكس المخاط اللي بيعمل ترطيب للهواء اللي داخل في التراكيا القصبة الهوائية عندك أو الريسبيراتوري سيستم قبل ما يدخل التو لونجز. يعني عايز أقول لك إن الميوكس ده سيكريشن إفراز أوكي. وطبعا الإفراز ده بيتكون من بروتين وبنضيف عليه شوية حاجات. طيب انت تعلمت ان الرايبوسوم اللي موجودة on the outer surface of endoplasmic reticulum على الجدار الخارجي من الendoplasmic reticulum بتعمل السكريشنز الافرازات دي بتكون البروتينز بتكون الهرمونز الانزيمز اللي بتخرج بره السل في شكل افراز. يعني اللي هيعمل الميوكس هي الرايبوسوم دي اللي على الendoplasmic reticulum. طيب يعني هياخد اول choice number 3 وهو secretion of proteins from ribosome
اوكي يبقى ده اول choice. بعدين هختار number one. number one هي adding carbohydrates to proteins. وده ليه؟ لان البروتينز بعد ما عملته الريبوسوم على الانتوبلازميك ريتيكولوم بيتعبى في فيسيكلز اسمها ترانسبورتنج فيسيكلز اللي هتنقله للجولجي اباريتس. فالجولجي اباريتس هنا هيعمل موديفيكيشن تعديل على البروتين ده وهو adding carbohydrates. اوكي عشان كده انا اخترت 1 بعد 3 يبقى 3 1. طيب بعد كده هختار 4 وهو separation of vesicles from Golgi apparatus. يعني بعد بقى ما عملنا modification اوكي على البروتين ده وحطينا carbohydrates المفروض ان هو هيتعبى في vesicles اسمها secretory vesicles او lysosome زي ما هو باين قدامك. دي الvesicles اللي separate انفصلت من الجولجي بادس وراحة للبلازما ممبرين عشان تطلع الميوكس او السكريشن ده. عشان كده انا اخترت 4. بعدين هختار 2 وهو fusion secretory vesicles with plasma membrane. ال secretory vesicles اهي زي ما انت شايف هتتحرك towards ناحية البلازما ميمبرين ويحصل fusion اندماج بينهم وتخرج الميوكس او السكريشن زي ما انت شايف. يعني اخر حاجة choice 2. نختار 3 1 4 ending with 2.